تمام. ندبر الأمر إزاي؟ طيب، أولا زي ما حضرتك ذكرت في البداية إن دي أزمة عالمية، بس قبل ما أقول النصايح لربة الأسرة عاوز أذكر العامل الوسيط ما بين الحكومة وما بين الشعب اللي هو التاجر التجار. عليهم عامل كبير قوي وعليهم عامل مهم قوي في ضبط السعر مع الحكومة، لأن إحنا بنشوف بعض التجار لأن قال لك السلع هتغلى فبيقفل على السلع المخزون عنده، فبالتالي هي حركة السوق هو عرض وطلب، عدم توفرها فبالتالي هتغلى في أسعارها. في بعض التجار كان لهم بعض السلوكيات اللي انا بقول طبعا غير صحيحه، صح، انه يخزن السلع او بيزود السلع عن المعتاد انه يزيد او النسبه اللي تزيد فيها. فاحنا بنقول هنا احنا بقى علينا العامل الثاني اللي هو الاسعار اللي لها السلع لها غليت شويه، فانا بقى يعني ببعد عنها شويه. زي ما التاجر بيضغط عليا انا برضو ليا طريقتي ان انا اتعامل طبعاً مع التجار. فاحنا دايما بنقول الست المصريه الست الاصيله اللي كانت دايما زمان كده اللي هي تجمع افراد الاسره على طبليه واحده، تقوم من اقل شيء تعمل الصبح تعمل الفطار وتخبز العيش وتعمل الفول في البيت وتعمل كل المنتجات داخل المنزل وتصحي افراد الاسره، او بيكون طبعا بالتعاون مع افراد الاسره وكان اليوم بيعدي بدون اي مشاكل. وعاوز اقول لربة الاسره برضو بلاش اللي هو الفكر المتشائم، سواء رب الاسره او ربة الاسره او الاولاد، الاسره كلها في مركب واحد، احنا في مشكله، محدش بيتكل على التاني علشان خاطر يعدي الازمه. زي ما ربة الاسره لها دور، الاب برضو ليه دور، والولاد ليهم دور برضو، ده دور رئيسي ودور اساسي ان هم يبقوا مدركين دكتور ايمان ان المشكله بالزبط دي في العالم كله بالظبط. لا، والمشكله كمان في الاسره، انا علشان بعرف اولادي او بشارك اولادي فبالتالي بتكون طلباتهم محدوده بناء على الدخل او المتاح او المورد الموجود عندي. ربة الأسرة المصرية مرت أزمات كتيرة وكانت بتعدي منها، ولكن إحنا بنقول بنصبر شوية وبنتعامل مع الأزمة صحيح، لأن إحنا دايما بنقول إن الرهان الأول للتعامل مع أي أزمة هو الوعي، كيفية التعامل مع هذه الأزمة. ده حقيقي. الأزمة عالمية ولكن سلوك أفراد المجتمع هو اللي هيحدد إذا كنا هنعرف نحل الأزمة أو لا. صحيح. فاحنا بنقول ايه لربة الاسره بقى؟ نتحايل عن الموارد اللي عندنا شويه في البيت. بمعنى ايه؟ انا عندي البروتين غلي، اللحوم او الفراخ او الدواجن غليت، فانا بقدر الامكان احنا مش هنقول هنمنع لان دي حاجات اساسيه ما نقدرش نستغنى عنها، وخاصه ان كان المنفق على بند الغذاء حوالي 40% قبل ارتفاع الاسعار، وبقى 50% اللي وصل دلوقتي ل 80% من اجمالي الدخل عندي هو المنفق على بند الغذاء. طيب انا اعمل ايه؟ انا بقول للست المصريه الاصيله لربة الاسره، انا مثلا عاوز اجيب لحمه، كيلو لحمه، الكيلو مش هيقضيني او هيكملني وجبه، بقسمه على نصين، اعمل مثلا نص مفروم اعمل بيه صنف زي مكرونه بشاميل مثلا، مثلا النص الثاني بعمله الكفته اللي هي كفته مفروم اللي هي اللحمه، او الرز اللي هو بضيف عليها الرز والثوم والبصل والخضروات، فبتعمل لي منها وجبتين كمان لو اسره اربع افراد. صح. فانا بتحايل على الموارد عندي، عندي مثلا الفرخه بدل ما كنت بعملها اربع قطع بعملها 8، وعلى فكره احنا محتاجين كميه معينه من البروتين. لو مش معنى ان انا هنلاقيها حته قد كده تمام، مش معنى انا اللي هو خلاص ربع فرخه ده احتياج، انا ممكن اخد اقل من كده احتياج جسمي. هي الحكايه ان انا اتعامل مع الازمه يبقى عندي ثقافه غذائيه، او ان انا يبقى عندي وعي غذائي ازاي اتعامل، وان القيمه الغذائيه بالنوع مش بالكم. طبعا يعني ادخل الخضروات، ادخل عندي الفاكهه، وانا نازله اشتري برضو بقول لربة الاسره في اللي هي الاسواق الشعبيه او الاسواق الجمله، بكون مجمعات الاستهلاكيه برضو طبعا، ما اجيبش الكميه لنفسي لوحدي بحيث ان انا ما اعملش عجز في السوق واعمل هدر عندي في البيت.